البنات مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. في هذا الفيديو اليوم على قناتي سميحه شانيل راح ندير واحد التيك توكه بزاف بنينه. هنا رانا دخلنا ديريكتومون في الفيديو. كما راكم تشوفوا هنا راني شاويه الفلفل مقطعاته وحطاته هنايا، ودرت عليه ربيت عليه سنينه تاع الثوم، حطيت له الفلفل الاحمر، فلفل كحل، ثوم مرحي وشويه نتاع راس الحانوت. و بيان سور راح نديرو هنايا، شوفوا راني نتبل، وانتوما ديروا يعني على حسب الكميه اللي عندكم ديروا التوابل، ماشي شرط ديروا كيما انا. سورتو الا كثرتوا فلفل وحبيتوا ديروا بزاف تكتوكه، انا درت على حسب عدد افراد العائله اللي عندي، مع زوج مغارف تاع ماكله تاع زيت الزيتون ومغرف تاع ماكله تاع زيت العادي، ودرت مغرف صغيره تاع طوماطيش مصبره باش تعطيني هذيك لوغو ويعني تجي خير وخير. يعني هذه سيتي ناستيس باسكو كاين اللي ما يحبوش يديروا طوماطيش تاع البايط في تيك توكا، مي هي تعطي واحد البنه اكسبسيونيل. وهنايا راني حطيته فوق النار وخليتها تطيب على نار هاديه، وزدت عليها زوج حبات تاع الطوماطيش اللي كنت قطعتهم رقيق، اوكي، وحطيت كلش على النار وخليتها حتى تدوبلي هذيك الطوماطيش مليح مليح. وهذا مكان دوكا نغطيها ونخليها تطلق الماء تاعها هذاك باش من بعد نخليها تنشف داكوغ. وكنت ديجا قليت طبسين تاع البطاطا قطعتها كاريات باش نحطها، ومن بعد كي دوبلي شويه هذيك الطوماطيش فوالا كيما راكم تشوفوا راني زدتها من الفوق باش هكايا تزيد تندمج مع التكشوكه تاعي مليح. ونباسيو للخطوه الاخيره. هذه هي، شوفوا كيفاش راهي سهله بسيطه بصح تجي في واحد البنه وتليق للصيف، صيفي هذه التكتوكه 100%. نتمنى تجربوها، هذه الطريقه راهي على طريقتي، يعني هذه التكتوكه راهي على طريقتي الخاصه اللي يعني انا كل مره نبدل يعني في التكاتك، بصح هذه هي اللي بزاف بنينه وتعجبني. هكايا بعد ما يعني دخل فيها الاخر زدت شويه تاع الملح، اصلا باسكو الطوماطيش قلت لك الطوماطيش باسكو البطاطا راهي فيها الملح، يعني بقات غير على شويه يعني كي تذوب مليح نعرف شحال نزيد كونتيتي تاع الملح. انا هكا دي فوا ندير، وساعات كي نعرف عيني يعني راح تجي بصح ندير الملح في البدايه. هذا هو، هذا واش فيها التكتوكه تاعنا، ماهيش حاجه كبيره. واللي يحب فوالا انا هنا راح نقسم التكتوكه تاعي لزوج، هذه راح نخليها بجهه بلا بيض، واللي راح تبقى هنايا راح نكسر عليها البيض ونوريها لكم في طبق التقديم. هنايا شغل نقصت شويه، اللي يحب ياكلها بلا بيض راكم على بالكم، نشبتها مليح وحطيتها بجهه. وهذه دوكا نحط عليها البيض باش نخليها تزيد تنشف شويه، ينشف شويه عليها البيض ونطفيه عليها. هنا البيض الثاني راني دايرت له شويه تاع الملح باش هكايا ما يصمطليش التكتوكه تاعي. نتوما لا ما عرفتوش يعني التكتوكه تاعكم لا راهي في الملح تاعها سوا سوا ولا لا، ذوقوها ذوقوها شويه، لا شفتوها يعني مالحه بزياده ما تزيدوش البيض في الملح في البيض، ولا شفتوها يعني سوا سوا مليحه زيدوا شويه ملح في البيض. وكانت هذه هي الطريقه تاع اليوم تاع التكتوكه، شوفوا كيفاش تجي ناشفه يعني شويبه وبنينه. اهم حاجه لعجبكم الفيديو يا البنات ما تنساوش ديروا اعجاب اشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كامل جديد. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، نخليكم على خير وسلام.